يلا بينا بقى علشان نبدأ حلقتنا. وأول وصفة معانا النهاردة الفول. كتير بنشتكي إن الفول بيستوي من جوه والقشرة بتبقى صعبة. الفول سويته اسود، الفول سويته وما استواش معايا. طبعا الفول لما بيتعمل في البيت بنبقى ضامنين نظافة وجودة بدون أي مواد كيماوية وكل حاجة زي الفل. علشان كده قررنا نعمله النهاردة وبطريقة ولا أسهل من كده وطعم ولا أحلى من كده. بينا نشوف مقاديرنا ونعرف مع بعض الطريقة. مقاديرنا بسيطة جدا جدا. عندنا كوباية من الفول المدمس اللي هو الفول ده، أنا مختارة الفول البلدي، تمام. ربع كوباية من القمح، كل دي بقى إضافات تقدري تشيلي منها وتحطي براحتك خالص. ربع كوباية قمح، ربع كوباية حمص اللي هو حمص الشام منقوع، وعندنا ربع كوباية من العدس الأصفر، كمان بصلاية متوسطة الحجم مقطعها على أربعة، وطماطمية متقطعة على أربعة، ورشة كركم بسيطة. طيب تعالوا بينا بقى نشوف كل حاجة من دي لازمتها ايه. اولا الحمص بيدي طعم حلو، كمان بيخلي لون الفول، هو كل ده بيتلاشى مع بعضه في الاخر بتلاقي خليط ملوش ملامح، يعني مش هتلاقي مثلا الحمص صحيح، مش هتلاقي القمح صحيح، ولا لا كل ده هيستوي هيتهري كله مع بعضه، بس هيديكي قوام حلو جدا للفول، كمان هيديكي لون حلو قوي قوي غير الطعم طبعا، تمام. عندنا رشة الكركم بتدي لون أصفر كده ذهبي لذيذ للفول، تمام. والبصلة والطماطمية كل دي بنقول عليها إيه بقى، حاجات كده مكسبات للطعم وبتدي طعم لذيذ جدا. طب يلا بينا بقى علشان نسوي. لو خدتوا بالكم أنا ما قلتش ننقع الفول، تمام. الفول لو اتنقع هو بيستوي أسرع، بس ممكن القشرة بتاعته تنشف معانا أو تجلد معانا وما تستويش بكل سهولة. علشان ناخد القشره دايبه خالص احنا هنعمل الفول من غير نقع. تعالوا بينا بقى، طبعا غسلينه كويس ومنقينه. طبعا احط الفول، هحط معاه الحمص اللي انا نقعته، ونقعت الحمص علشان يستوي ويتهري وما يبقاش باين خالص. هحط كمان القمح شويه صغيرين كده. كل الحاجات دي لو انا ما عنديش قمح مش مهم، لو انا ما عنديش حمص برده مش مهم، احنا بنحط زي ما بنقول اضافه للطعم ولون كويس، بس لو مش متوفر مش هنوقف نفسنا خالص. هحط كمان العدس. طيب في حد يقول لي ينفع نحط رز؟ طبعا ينفع نحط رز، بس مش هحطه دلوقتي، هحطه قرب لما الفول يستوي. هبتدي اغسل شويه رز واروح حطاهم، علشان لو الرز اتحط من البدايه هينزل تحت ويبتدي يشيط ويديني ريحه وطعم مش حلوين. تعالوا بينا نحط البصل، الطماطم، واحط رشه بسيطه من الكركم. في حاجة كمان تخلي الفول يستوي معايا أسرع، وهي يعني على طرف ربع معلقة صغيرة كده من بيكربونات الصوديوم، ودي قرب السوى بحطها، دي هتخلي القشرة تنعم معاكي وتستوي جدا جدا ويديكي نتيجة هايلة، بس مش من البداية. طيب دلوقتي بقى أنا محتاجة فين الكتل؟ تنسيتوا الكتل؟ دلوقتي هنحط إيه؟ هنحط مية مغلية، تمام؟ من الحاجات الأساسية معانا في تسوية الفول، لازم أو الأصح إن هو يستوي في قدرة، القدرة بيبقى الحلق بتاعها من فوق ضيق فبتحافظ لي على الفول إن هو ما يسودش، غير الحلة بتبقى واسعة فالطبقة اللي على الوش دي كلها بتاخد لون أسود فبتخلي الفول شكله مش حلو. حاجة كمان لما أجي أزود الفول وهو على النار لازم وضروري المية اللي تتحط له تكون مغلية. حاجة تالتة، ما تسيبيش الفول على نار عالية يا دوبك يغلي وتهدي النار عليه تماما زي الشمعة يقعد بقى زي ما يقعد، أو سخان الفول كل ما قعد أكتر على نار هادية جدا كل ما هتاخدي تسوية حلوة قوي. ونقول كمان في حاجة كمان، الفول لازم يكون كميته في الدماسة الربع، يعني المكونات اللي عندنا زي ما انتم شايفين كده يا دوبك ربع الحجم بتاع زي ما انتم شايفين، حبة صغيرين تحت ربع. ليه بقى؟ لأن كل الحاجة اللي معانا دي بتتضاعف حجمها، فأنا عايزاها تاخد راحتها في التسوية، عايزة كمان تكون المية كتير عشان ما اقعدش أفتح وأقفل وأفتح وأقفل كل شوية، ده بيخلي برضو الفول يجلد ويخليه ما يستويش.
قلنا حاجات كتير واسرار كتير عشان يطلع معاكي 10 على 10. الميه غليت، يلا بينا نروح على دمست الفول بتاعتنا ونبتدي نحط الفول ونخلي في مساحه ان الدمسه تغلي، يعني ما ملاش الدمسه على اخرها بالفول علشان لما تتحط على النار ما تغليش وتبتدي تطرطش الميه ويفور على البوتاجاز ويبهدل الدنيا. تمام، يبقى عشان كده قلنا يا دوبك ربع الدمسه المكونات بتاعتنا، وبعدين هسيب ربع فوق فاضي عشان الدمسه تغلي براحتها ما تفرش على البوتاجاز وتبهدل الدنيا معانا زي الفل. بصوا معايا كده، سايبه مساحه للدماسه براحتها، هيبان معانا تغلي براحتها علشان ما تفرش وتبهدل الدنيا معانا، واغطي واحط على نار عاليه لغايه ما الاقي الفول غلي خلاص. هبتدي اهدي النار خالص واسيبه بقى شمعه يقعد زي ما يقعد، وما نفتحش عليه كتير علشان ما يسودش.